جهدي ووفائي. ونسقي أرضك بالدماء أبديك يا أرض الأسود بمهجتي وروحي وجهدي ووفائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضل أينما كنتم في الأحوال المحتلة وفي المحجر، دمتم سالمين ومنصورين بإذن الله تعالى. مشاهدينا الفاضل، في البداية نتطرق إلى أهم الأخبار الواردة من أرض الوطن. السلطات المحتلة الفارسية تزيد من إجرامها في تدمير البيوت الآمنة الأحوازية. نقلت مواقع الأحوازية وكما أغرت المواقع الفارسية عن هدم الجرافات الفارسية الإيرانية تابع الاحتلال من عدد من بيوت تابع المواطنين الأحوازيين في حي أم الغزدان واقع في مدينة الحميدية. الجدير ذكر أن سياسة السلطات المحتلة الإيرانية في هدم الملازم للمواطنين الأحوازيين تتكرر باستمرار، وقامت بجرائم ممثلة في جميع مناطق الأحواز المحتلة، وبالتالي في بعض المناطق دمرت عدد من القرى وهجرت أهاليها. وتعمل على تغيير الديمغرافية العربية للأحواز المحتلة، بقية السيطرة الكاملة على ما تملك الأحواز من ثروات، وفي النهاية نسيان الشعب العربي الأحوازي حقوقه وأرضه المغتصبة. هذا هو يقاوم الشعب العربي الأحوازي سياسات الاحتلال الإيرانية طليعة التسعة عقود الماضية، وحتى اللحظة ولم يضخ إلى الأمر الواقع الذي تحاول أن تفرضه الدولة الفارسية على شعبنا العربي الأحوازي، حيث حافظ على هويته وتراثه العربيتين. نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة الإيرانية على جرائمها المستمرة التي تتواجد القتل وهدم البيوت والاستيطان وتشكيك الأنهر الأحوازية. كل هذه الجرائم حرب يجب على العالم أن يحاسب ويسأل الدولة الفارسية بشكل فوري. المركز الإعلامي للثورة الأحوازية، حي أم الغزدان، مدينة الحميدية. عائلة أحوازية في أستراليا تطالب المركز الحقوقية مراكز الحقوقية مساندتها في قبول طلبها للزوج. خاطبت عائلة أحوازية في أستراليا المركز الأحوازي لحقوق الإنسان ومساعدتها في الضغط على المؤسسات الدولية المعنية بالأمور اللاجئين في أستراليا النظر في تفعيل ملفهم الذي بات مغلق منذ أكثر من عام ونصف عام دون قبول أوراقه. وقد هربت هذه العائلة من بطش الدولة المحتلة الفارسية الإيرانية عام 2013 وتحملت مخاطر الطريق للوصول إلى الأراضي الإسترالية، وقد طالبت اللجوء في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حتى ينظر طلبهم. وأكد السيد نجم نواصري الذي لجأ هو وعائلته إلى أستراليا للمركز الأحوازي لحقوق الإنسان أنهم عند وصولهم بقوا 7 شهور منها في المخيم جزيرة كريسمات، وأربع شهور في مخيم مدينة دارفين شمال أستراليا، وأربع شهور في مخيم مدينة أديلايد. كما أكد نجم النواصري أن فتح لهم ملفه في مركز حقوق الإنسان في ولاية سيدني الأسترالية والعفو الدولية، وأن ابنه ماجد النواصري بالغ من العمر 15 عاما يعاني من حالة نفسية وجسدية صعبة جدا، ولكن للأسف الشديد لحد الآن لم يحضر على أي نتيجة إيجابية منها. الجدير ذكر أن الشاب يافع نجم النواصري يكون ابن أخت الشهيد مهدي النواصري وعبد الرضا النواصري الذي أعدمته السلطات المحتلة الفارسية في أيام انتفاضة 15 من نيسان 2005. وعلى أثر ذلك يطالب المركز الأحوازي لحقوق الإنسان جميع الناشطين الأحوازيين والمراكز الحقوقية الأحوازية والدولية الاهتمام باللاجئين الأحوازيين في كل مكان من العالم، لما يعانون من صعوبات في طلب اللجوء والحياة المأساوية التي يعيشونها في دول العالم هربا من بطش الدولة الفارسية
لا سيما هاي العائله التي اصبحت حالتها مزريه بعد العام ونصف العام من تعليق ملفهم في استراليا مركز الاحواز الحقوق الانسان. ايضا مشاركه جالي الاحوازي في مبادره امام مقر قمه العشرين في استراليا بدعوه من المؤسسه الحاميه لحقوق الانسان الاصليين الاستراليين والمؤسسه الحاميه لاجئين والمؤسسات الاخرى الحاميه لحقوق الامراه والنسبي انترناشونال. شارك عدد من ابناء جالي الاحوازي في مدينه بريزين الاسترالية امام مقر قمه المجموعه العشرين في مظاهرات مطالبين دول العالم لا سيما الدول الكبرى الاقتصاديه المجتمعين في قمه العشرين بمقاطعه الدوله الفرنسيه الاقتصاديين لاسباب عده منها سرقه اموال الشعوب في داخل بخارطه ما تسمى ايران لا سيما سرقه اموال الشعب الاحوازي من النفط والغاز واستخدامه لتطوير الارهاب الى العالم باسره. وشرح حول وسائل الإعلام العالمي والتلفزيون الياباني والكورة الجنوبية وقنوات أخرى أوروبية متواجدة معاناة الشعب العربي الأحوازي في ظل الجرائم التي تنتكها مثل الإعدامات وسرقة المياه والاستيطان الفارسي. يذكر بعد مجموعة العشرين في عام 2008 تم عقد أول قمة لقادة مجموعة العشرين لاستجابة اللازمة المالية العالمية كقرار بالواقع من أي اجتماع دولي واتخاذ إجراءات حساسة للطالبان دفع سياسي من قبل الفائدة في تلك القمة لأكد إنقاذ التزام اعتقاداتهم المشتركة بأي مبادئ السوق والنظم التجارة المفتوحة والأسواق المالية المنظمة بشكل فعال تعزز ابتكار الروح المبادرة التي هي أساسية للنمو الاقتصادي ورفع وفرض العمل والحد من الفقر. طالب الشعب العربي الأحوازي هذه المجموعات أن ينظرون إلى القضية الأحوازية كقضية احتلال. مشان فاضل كما أعلننا في التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتويتر ضيف اليوم راح يكون العضو القيادي في الجبهة العربية لتحرير الأحواز المناضل الأخ أبو زكي الأحوازي. خلونا نحيي أخونا أبو زكي ونبدأ حوارنا معه. حياك الله أخوي أبو زكي. حياك الله اخي ابو حمزه. انا اشكرك اخوي على لب الدعوه وحضورك معنا اليوم. لا شكر على واجب. كما احب من خلال قناتكم قبل لا نبدا باي حديث او اي حوار احيي ابناء شعبنا العربي الاحوازي وصمودهم ضد الطغيان الفارسي والاحتلال الايراني، كما احيي عوائل شهدائنا وعوائل أسرانا. حقيقة تحية إلى الأسير الذي فك الله أسره من الاحتلال الإيراني السيد فالح عبد الله، وهنا أحب أبارك لنفسي ولرفاقي ولعائلة الأسير فالح عبد الله أخلص وأحر التباريك. حياك الله اخوي، وهذا يعني كلنا احنا فرحانين بهذه المناسبه وكلنا ندرك ما هو عانى والاسير الاحوازي فالح عبد الله لما سلمته السلطات المحتله السلطات السوريه المجرمه الى السلطات المحتله الايرانيه، وهو وخمسه من رفاقه واخوانه الاحوازيين منهم طاهر مزرعه ابو نضال رسول مزرعه سعيد صاحي وباقي الاخوه الاحوازيين. وكما تعرف اجرمت هذه السلطات السوريه بهذه تحويل الاحوازيين الى السلطات الايرانيه، وهذا بنوعه هو اجرام. اخوي ابو زكي، هناك اجرام كثيره تجريها حكومه الاحتلال الايرانيه، ومنها في الفتره الاخيره قبل اسبوع او اسبوعين تم اعتقالات عشوائيه في الاحواز المحتله، في يوم واحد اعتقلوا 14 مواطن احوازي. ما هو تصريحاتكم حول هذه الاعتقالات العشوائية التي تجريها حكومة الاحتلال بحق الأحوازيين؟ نعم أخي الكريم، طبعا الاعتقالات لا تختصر على أسبوع أو أسبوعين قبل، لذا السلطات الإيرانية هي بدأت بالاعتقالات
وخلي نقول أسر شبابنا وابناء شعبنا منذ أول يوم الاحتلال. فأخير أخير حملة للاحتقالات أو أسر أبناء شعبنا هي تقريبا قبل أسبوعين، ما يقارب أسبوعين، واللي احتقلوا خلالها 14 شخص. وهذول 14 شخص كانوا مجتمعين في أحدى البيوت بعد انتهاء مراسم دفن أحد أصدقائهم. ذهبوا إلى مجلس لقراءة سورة الفاتحة والبدء بقراءة القرآن، ثم تفاجأوا باحتقالهم. وهنا أحب أشير إلى أسمائهم حتى أبناء شعبنا اللي ما يعرفون بأسمائهم أو ما عندهم وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يقدرون يفتحون المواقع الأحوازية يكون بعلمهم هذه الأسماء. أول شخص هو محمد تيماس السيلاوي، نصار محمد تيماس السيلاوي، قضبان بيت صياح، حميد الحيدري الشاعر الوطني الملقب بأبو أمجد، أمين الساعدي، محمد الساعدي شقيق أمين، عقيل الساعدي، سيد جاسم البشوكة، أبو مسعود البدوي، حسن الحزباوي وهو من قرية من أهالي قرية السويسة. محمد الساعدي أيضا من أهالي قرية السويسة. حاكم الناصري، أبو منصور الساعدي. هذول 14 قسم منهم طبعا أطلقوا سراحهم، والقسم الأكبر بقوا في السجون. طبعا احنا نعرف إيران من خلال هاي سياسته يريد يبث الرعب بين أوساط شعبنا، وخاصة الجيل الواعي والجيل الصاعد. لذا هو يحاول أو يكرر هذا السيناريو اللي بات معلوم ومعروف بين أوساط النشطاء الأحوازيين أو والمتابعين للشأن الأحوازي، خلينا نقول بالأحرى، حيث أن الاستخبارات الإيرانية تعلن أو تقوم باعتقال والإعلان عن اعتقالات ممن تورطوا حسب ما هم يذكرون أو حسب زعمهم بأعمال إرهابية أو تفجيرات في مراكز حكومية أو منشآت اقتصادية حسب زعمهم، وهم معلمين على هذه الفبركة، ومن خلالها هنا يهيئون الأرضية لمداهمة أو عدة مداهمات لبيوت النشطاء الأحوازيين، خاصة جيل الشباب، لبث الرعب بين أوساطهم حتى هذا الشاب لا يفكر مرة أخرى بالنشاط أو بالتوعية أو بالعمل الوطني أو بفكر استرداد حقه من هذا النظام الغاصب أي المحتل الإيراني الفارسي. لذا إيران منذ يوم الأول وهي متجهة بالتصعيد بهذا الخط، وهذه الخطة سارية المفعول. ما زال الاحتلال موجود، وما زال الشعب العربي موجود على أرضه ومرابط في أرضه. نعم، هناك هذه الاعتقالات كما حضرتك وضحت، يعني الأجرام أو خلينا نقول مثلا اتهامات واهية موجودة من قبل مدروسة لهذه المناظرين الأحوازيين ويتم اعتقالهم لهذه الاتهامات الواهية. هناك أجرام كثيرة تجريها الحكومة الاحتلال الإيرانية بحق المواطنين الأحوازيين، يعني ما في إمكان أن أكثر من نفرين أو شخصين يجلسون في بيت واحد يجتمعون مع بعض
مصدقاء إلا ما تجي المخابرات الإيرانية وتعتبر هؤلاء بتهمة تخطيط أو أفعال أو ارتباط بالمنظمات السياسية الأحوازية أو الجبهات الأحوازية خارج البلاد أو ما شابه ذلك. هي هذه التهمات موجودة من قبل محاربة الله ورسوله وارتباط التنظيمات المعادية للنظام الإيراني. إذا ما رجعنا الأجرام الإيرانية أخوي أبو زكي، هناك سلطات الإيرانية يعني من أيام وهي مستمرة بهذه المخططات الفارسية في ضرب النشطاء الأحوازيين. أين تجدون يعني هذه العمل من قبل المخابرات الإيرانية، ولماذا تكثر بالاعتقالات للأحوازيين؟ هل هو تخويف من الأحوازيين أما يسيطر على الشارع الأحوازي؟ نعم أخي الفاضل، كما ذكرت لكم والمشاهد العزيز، السلطات الإيرانية أي المحتل الفارسي بدأ يخاف ويهاب من الصقير الأحوازي، فما بالك بالإنسان المثقف والإنسان الواعي و الشخص اللي لديه ارتباط بمؤسسات المجتمع المدني أو تنظيمات أو منظمات حقوق إنسان وما شابه ذلك. لذا السلطات الإيرانية أوعزت للسلطات الأمنية داخل الأحواز السليبة أن تتعامل بأشد القسوة مع أي تجمهر أو أي تجمع أحوازي بحيث فيه روح من الوطنية. لذا إيران لا يمكن يختصر عملها على الاعتقال فقط، بل هي ترتكب أبشع أنواع الإجرام بحق المعتقلين، بحيث المعتقل يواجه أشد أنواع التعذيب، اللي حقيقة الأخوة السجناء اللي خرجوا من أيادي السلطات الظالمة في الأحواز أي من مراكز المخابرات الذين ليس لهم أي عمل وأي نشاط، يقولون بالحرف الواحد إننا تعرضنا إلى أبشع أنواع التعذيب، فهذه بحد ذاتها إجرام. ناهيك عن هذا الإجرام، خلي المشاهد يعرف إنه السلطات الأمنية تقوم بإجرام آخر بعد الاحتقال والاستجواب واستشهاد المواطنين الأحوازيين من خلال حبال المشانق أو رمي الرصاص في داخل زنازينهم، يقومون بدفنهم سرا وخارج مناطق معروفة لدى أهالي وذوي الشهداء وأسرانه. فعلى سبيل المثال، أنا حقيقة منذ عام 2012 تقريبا إيران عدمت الكثير، لكن مثلا أجيب لك نموذج وأجيب للأخوة المشاهدين أنه أخيرا سمعنا من أهالي قرية قريب بالقرب من رام هرمز أو رامز العربية أن جثامين الشهداء هاشم شعباني وهادي راشدي الذين أعدموا واستشهدوا على يد جلاوزة النظام الإيراني في شهر نوفمبر 2013، وحسب شهادة أهالي القرية أنه دفنوا بالقرب من هذه القرية اللي تبعد 7 كيلو عن مدينة رامز. فهذا بحد ذاته إجرام. الشهداء الأخوة الحيادر مع الأخ علي شريفي النعامي من أهالي حي الملاشية مدينة الأحواز، أيضا دفنوا في بالقرب من مدينة باغ ملك سرا وليلا
وبعيدا عن أنظار أو حضور أهاليهم أو ذويهم دفنوا في بالقرب من باغ ملك. يا ريت دفنهم بدفن عادي أو بتراب كما هو المعمول به، لا يدفنونهم بالباطون، وهذا حقيقة ظاهرة أو إجرام ما فوق إجرام لم تسبق ولم يسبق له التاريخ أن يكتب لنا بمثل هكذا إجرام تنفذه السلطات الفارسية ضد أبناء شعبنا. نعم حقيقة هذه أجرام، وبحق ذاته هي بالنسبة للشهيد أو الميت لابد أن يكون دفن من قبل ذويه، ويقرون عليه هناك مراسمات تكون وتحضر العائلة والأقرباء كلهم في يوم الدفن. فهذا شيء واضح يعني بالنسبة هي جريمة الحسد من قبل المحافظة. الإيرانية. أستاذ أبو زكي، نقلنا هنا في الأخبار عن هدم البيوت الآمنة للأحوازيين، اسمح لنا نأخذ هذا الفاصل وتقرير قناة الأحوازية ونرجع لحضرتك. نأخذ فاصل مشاهدينا فاضل.
الوقت لا يسعفنا أن نتحدث عنها وهي كثيرة ولا تعد ولا تحصى. فإيران بمجرد تضد وتحارب الإنسان بمجرد انتماءه للأمة العربية لكون الأحوازيون عرب، فلا يمكن لهم أن يبقوا على هذه الأرض، أرض آباهم وأجدادهم، لا يمكن أن يبقوا. فيجون بعدة أساليب منها كثيرة ومنها هدم البيوت، اللي حقيقة إيران متناسي توقيعه في الأمم المتحدة على البنود اللي تختص بحق التمليك، حقيقة حق التمليك المواطنين، وتنتهك مباشرة حق الفرد في السكن ونزع ملكيته بالقوة. حقيقة هذا يعني مو ظاهرة وليدة اليوم أو أمس، إحنا كنا نشاهدها منذ زمن وعلى أرض الواقع هي مستمرة. وأيضا جريمة إنسانية بحد ذاتها اللي تخل بكرامة الإنسان، يعني امرأة واقفة أمام جرافة وتقاوم الجرافة، حقيقة فكم بهذا الشعب من أناس مقاومين من رجال ونساء. فبارك الله بهذا الشعب، بارك الله بشعبنا اللي لا يموت ولا يحس بالتعب ولا الكلل، وروح المقاومة دابة إن شاء الله بهذا الشعب، عد رجاله وعد نساء. آمين يا رب العالمين، لأن إذا ما كان هالشيء أكيد منذ بداية الاحتلال إلى يومنا هذا كما واجه الاحتلال الإيراني مقاومة الشرسة الأحوازية، منذ بداية الاحتلال إلى يومنا هذا قاوم الشعب العربي الأحوازي ضد الاحتلال وضد سياساته وضد أجرامه. أستاذ أبو زكي، إذا ما انتقلنا لموضوع الأجرام الفارسي، وهو موجود كثير أجرامه ليل ونهار هناك، هو وجوده على أرض الأحوازي ينحسب جرم. خلينا نرجع بالتحديد في تجفيف نهر قارون، كيف بإمكانكم توصفون هذه الجريمة؟ نعم أخي الفاضل، مثل ما تفضلت، هو وجوده على أرض الأحواز هو بحد ذاته إجرام. فالاحتلال العسكري لأرض غير أرض هي بحد ذاتها إجرام وانتهاك صارخ، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي، أقصد من الأمة الإسلامية والعربية. أرجع السؤالك أخي الفاضل، عندما نتطرق إلى نهر قارون لابد أن نذكر فد نبذة عن نهر قارون وجغرافيته، وحدود الجغرافية أو جغرافية النهر أو تاريخه بالأحرى. أنا أحب أقرأ على مسامع المشاهد العزيز نبذة عن نهر قارون، وإن شاء الله أرجو أن يعذروني ممكن شوية تأخذ لها فد كم دقيقة من الوقت. نهر قارون كانت له عدة أسماء، منها قارون والدجيل وحاليا قارون، وأخيرا سمعنا أنه اسم جيحون وسيحون اللي مذكور في الكتب السماوية. ومنها التوراة، لا يقصدون بها جيحون وسيحون اللي هي بأراضي الأورال أو جورجيا، بحيث طبق الأبحاث العلمية واللي قام بها الدكتور جوريس زارينس
الباحث الأثري الألماني وبمساعدة شركة ناسا الأمريكية، قد تبين أن نهر سيحون هو نهر كارون الحالي، وقد انطلق ببحثه بناء على كتب العهد القديم، أي مثل ما ذكرنا التوراة، وموضوع قصة جنة عدن اللي احنا على طول نسمعها او نقراها بكتاب الله القرآن المجيد. هنا احب اشير الى نقطة، الان تبين لنا وبالشكل العلمي وطرق ابحاث تاريخية انه نهر سيحون هو نهر قارون او كارون او الدجيل. انا ما اكتفيت بهذا الشيء، رحت اسال اهل يعني اهل المحمره او اهل الاحواز القدامى شيابنا، فسالت الاخ فؤاد سلسبيل حفظ الله ورعاه من اهالي المحمره، قلت له انتم هم سامع اسم اخر لنهر كارون؟ قال نعم، احنا قبل من كنا اطفال ونمشي نسبح بالشاط، نقول لبعضنا خل نمشي نسبح بنهر سيحان. انظر أخي أبو حمزة، خل المشاهد يسمعني أنه سيحون أو سيحان هو اسم من أسماء نهر كارون. هذا الأخ أبو الفوز طبعاً من أهل المحمرة أيد لي هذه المقولة. زين، جينا هذا بالنسبة للأسماء. أما جغرافية هذا النهر، وهو ينبع من الجبل الأصفر الواقع ضمن سلسلة جبال زاجروس، وهي سلسلة جبال تفصل الأحواز مع بلاد فارس وهي حدودنا الطبيعية، ويبلغ طوله 950 كيلومتر، ويعبر ويشق طريقه عبر أرياف أحوازية كثيرة حتى أن يصل إلى مدينة المحمرة، حيث هناك وتحديدا في شمال المحمرة يلتقي بأكبر أنهار العراق أي الدجلة والفرات، ويشكل من تلاقي الأنهار الثلاث أي كارون ودجلة والفرات فرع كبير حتى أن يصب بشط العرب. لا ننسى أن لنهر كارون أيضا فروع، وواحد من الفروع هو نهر الدز ونهر السليج اللي يمر بشرق مدينة عبادان حتى أن يصب بشط العرب، وبعد ذلك يصب بالخليج العربي، وبهذا المنتهى يشكل دلتا بما تسمى عبادان، دلتا عبادان. أيضا لا ننسى أن نهر كارون كان قد شهد عدة وعبر التاريخ عدة حوادث، ومنها تأسيس الحضارة الإعلامية وعاصمتها المدينة اللي الآن تسمى الشوش، وهي المدينة التاريخية باسمها التاريخي مدينة السوس. كما يتمتع هذا النهر بمجموعة من الإمكانيات الاستراتيجية ليكون شريان مهم وحيوي، حيث قد كانت المراكب والسفن العملاقة تمر على هذا النهر من على هذا النهر حتى ترسو على شواطئ مدينة الأحواز العاصمة، وذلك يعني وبهذا الشيء احنا نسمع من أهلنا انه نعم كارون كانت تعبر في مراكب في زمن ليس ببعيد. فالحد
الخمسينيات القرن المنصرم أي الماضي، نعم كانت المراكب والسفن تجي وتعبر من الخليج إلى شط العرب عن طريق المحمرة، تدخل بكارون توصل إلى ميناء الأحواز، والإسكلة الأحواز موجودة حاليا في الأحواز، آثارها باقية في مدينة الأحواز على ضفاف كارون. وهذه المراكب هي كانت تنقل بضائع ومنتوجات زراعية وغيرها، يعني هذا الأمر احنا كل احنا متواصل انه من اهلنا وشيابنا اللي موجودين حاليا، ونسمع منه بامكان المشاهد ان يسأل اهله ويسأل اجداده ويسأل اباء الاحياء واجداد الاحياء منهم حتى يعرف هذه يعني المعلومة، وهي ما هي خفية عن احد. وايضا نهر كارون يمتاز بكثرة مياهها، يمتاز يعني وإلى آثار على المناطق الزراعية اللي يمر بها، وساعد على وجود أراضي زراعية شاسعة كبيرة وخصبة بنفس الوقت على ضفتيه، وهذا ساعد على انتشار الزراعة وامتهان الناس إلها، حيث بالقديم كانت من أهم الركائز الاقتصادية لشعبنا الأحوازي. هذا أظن لحد الآن الشعب العربي الأحوازي الأغلبية هي ناس مزارعين، والحقيقة امتهنوا هاي المهنة منذ القدم على ضفاف الأنهر الأحوازية، منها كارون والدز واليراحي وأنهر كثيرة اللي حقيقة لا يسعنا الوقت يعني نذكرها كلها حقيقة. وبنفس الوقت نهر كارون مر بعدة يعني أماكن وكون شلالات وينابيع كبيرة على امتداد هذا النهر. لهذا السبب قامت السلطات بناء سدود عديدة يعني على كارون، منها عباسبور وكارون واحد وكارون اثنين، وأظن راحين يوصلون فيها للخمسمية إذا نبقى على هاي الحالة، والحقيقة وبطشهم يزود يوم عن يوم، ويعني وظلمهم جاعد يتكاثر يوم بعد يوم على رقابنا وعلى أبناء شعبنا. بنوا هذه السدود يعني عدة نوايا، منها توليد الطاقة الكهربائية، ومنها وأخصص هنا الحديث، ومنها الجانب الأمني، خذوا بعين الاعتبار الجانب الأمني. حقيقة احنا نتذكر السيول قبل فترة التجي قبل تقريبا 15 عام أو شوي أكثر، غرقت نصف الأحواز تقريبا، أو بالخمسينيات على ما أظن أو السبعينيات أو الأربعينيات، الإيرانية مثل ما نقول الشمسية، طرقت نصف الأحواز بفتح طلاقة واحدة من سد الدز. فالجانب الأمني هم ماخذينه بعين الاعتبار، بحيث يوم من الأيام يحتاجون هذا السدود لإقماع الثورة الأحوازية وحقيقة القضاء على الأحواز بما فيها وعليها من حشر وبشر. طبعا السؤال هنا يأتي ممكن للمشاهد الكريم، أنه ليش السلطات قامت من الاحتلال، من يوم الأول للاحتلال حد الآن بهذه السياسة أي تجفيف الأنهر حقيقة؟
حتى يعرف المشاهد أن إيران سبب. وحتى الآن تقول أن الأحواس هي أرض آرية، أي سرزمينة آريائية مثل ما هم يقولون بلغتهم، أي باللغة الفارسية، وليس سامية. وعندما نأتي نتصفح التاريخ نرى أن الحضارة الإعلامية هي حضارة سامية وتشكلت على ضفاف نهر كارون، وهذا مو إحنا نذكره كجيل الفعلي، لا، هذا مذكور بالكتب التاريخية والكتب السماوية القديمة، ومنها سبق وقلنا لكم التوراة. أنا ما عندي اختصاص بالكتب الدينية، لكن حقيقة من خلال مطالعتنا إلى مقالات أو أبحاث علماء بعلم الآثار، اللي واحد منهم اللي ذكرت اسمه الألماني الباحث الأثري اللي قال سيحون هو اسم نهر كارون، فهذا أحدهم. زين، هنا إيران عندما تشوف عدة أدلة تثبت سامية هذه الأرض أو عربية هذه الأرض أو أي أرض الأحواز، قامت إيش سوت؟ قامت خططت حتى تمحي جميع الدلالات اللي تدل على عروبة هذه الأرض وسامية هذه الأرض. أول خطوة اللي قامت بها هي تجفيف النهران، والآن هو محور حديثنا طبعاً، وهي مو يعني خطوة وخطوتين، محور حديثنا. قامت بطمس هوية هذا النهر، طموه بحجة إنه إحنا نريد نخلي جمالية للنهر بحيث نسوي حدائق ساحلية، نبني ستار ترابي حتى أكثر منظر نطي، يتخلقون بالستار هذا الترابي ويبنون جداول ملونة ومزينة لذر الرماد بعيون الشارع الأحوازي حتى لا يعرف نواياهم. فمشاهد العزيز، إيران قامت بهاي الخطوة حتى تطمس هوية هذا النهار بتاريخه، لأن يدل على عروبة هذه المنطقة من خلال ما ذكرناه، هي الحضارات المتتالية ومنها حضارة عيلان. هاي واحدة. الشغلة الثانية أو الهدف الثاني هو القضاء على الملاحة في نهر كارون. يعني احنا مثل ما ذكرت قبل شوية انه قديما كنا نسمع انه كارون كانت تيبي السفن وتيبي البواخر وتجيب بضايع وتوصل للأحواز. زين، اليوم هل تشاهدون سفن؟ طبعا ما نشاهد سفن. هل نشاهد بواخر؟ ما نشاهد بواخر. هل نشاهد لنجات؟ ما نشاهد لنجات. بحكم ايش؟ بحكم انه النهر قلت المياه به وجففوا ارضه، وهذا العمل فعلا تمكنوا منه. الامر الثالث، القضاء على الثروة السمكية اللي هي احد أو إحدى مصادر قوت الناس، فبدأوا يحاربون الناس بأرزاقها. يعني عندما نشوف ماي ماكو أو قلة مياه، فهنا تقل السمكة بالنهر، هنا عندما تقل السمك مصادر رزق الأحواز اللي ساكن على الضفاف اللي يترزق من هذا النهر رايح يقلون، عددهم يقل، فهنا ازدادت البطالة. من خلال ازدياد البطالة وعدم انشغالهم بشغل معين، فرايحين يفكرون إما بمغادرة البلد وترك هاي الأراضي إلى الفورس، وهذا ضمن خططهم. الشغلة الرابعة، القضاء على الزراعة من خلال زيادة نسبة الملوحة اللي جاعدة تتدفق علينا من مياه الخليج. وحضراتكم أو المشاهدين أو العدهم معرفة بمستوى ارتفاع البحر عن مستوى ارتفاع الأرض، فالأحواز شمالها اللي مرتفع يعني 6 أمتار ارتفع عن مياه البحر، أي مياه الخليج العربي، فما بالك بجنوب الأحواز اللي هو مطل على
الخليج. فنسبة الملوحة ازدادت عندنا وبدأت تسري حتى أن وصلت إلى المارد وتعدت المارد زين. والشغلة الثانية شحة المياه لأهل الشمال سببت بحقيقة فرض قيود من قبل الدولة على المزارعين، وهذا بنفسه سبب ترك الناس أراضيهم وانشغالهم بأشياء حقيقة مجبورين عليها. ممكن احنا ما نبرر، ممكن يصير إجرام، ممكن يصير أمر لا قدر الله شيء يعني ما هو متعارف عليه بمجتمعنا، وهذا كله سبب السياسات الأنظمة المتعاقبة في إيران بهذا الخصوص. الشغلة الأخرى هي أو الهدف الآخر هو التصحر، مما يسرع بتنفيذ سياسة إيران الإجرامية والجهنمية اللي حقيقة هم بانينها هدف اللي هي تهجير الناس والتغيير الديمغرافي، أي تغيير على التغيير فوق الأرض للأحواز يعني أرض الأحواز. عندما تمارس الأنظمة هذه السياسة اللي يشوف المواطن الأحوازي أنه أرضها تصحرت، أرضها زادت بها الملوحة، زراعة انعدمت، صيد ماكو بالنهران زين، الأحواز هنا شي يفكر يا إما يهاجر إلى بلاد فارس وهناكم يصبح ذليل ويصبح منبوذ بحكم أنه عنصر عربي، وإحنا شاهدنا هذا من قريب، هذا شاهدناه من قريب، ومن والأخوة طبعا كلهم شاهدوا هذه الأحداث أو الأغلبية مشاهدة عند ما يحتكون بالفورس يشاهدون مدى عنصريتهم تجاه هذا العنصر العربي إن كان أحوازي أم غير أحوازي. الهدف الآخر اللي حقيقة هو أهم الأهداف هو وحقيقة احنا قاعدين نعاني منه وندفع الثمن باهظ، هي الكوارث البيئية اللي حقيقة قاعدة تفتك بينا من خلال التلوث والغبار بالهواء. هسه يجي سائل من يسأل يقول هذا الغبار مو بس عندكم، يا بالسعودية موجود، بالعراق موجود. اخوان انا راح ان شاء الله راح اوصل الى احصائيات واقول للمشاهد انه شوفوا الفرق بين السعودية اللي هي ارض صحراء قاحلة وفرق بين ارض الاحواز ونسبة الوفيات ونسبة الامراض اللي عندنا ونسبة الوفيات والامراض عندهم، حتى يكونون على بينة ولا يقنعونهم الفورس او المؤسسة الايرانية، المؤسسة الحقيقة المخابرات الايرانية بهذه الاقاويل الكاذبة. الحقيقة يعني هذا الغبار والتلوث بالهواء أدى إلى بروز عدة أمراض أصلاً ما يعرف التاريخ، تاريخ البشري بهذا اللي قرينا واللي مرينا عليه واللي سمعنا، مثل أنواع وأشكال السرطانات اللي لحد هسه على قولتك حتى أسماء ما لاقي لهم، بس مجرد اسم سرطان والعياذ بالله، وإن شاء الله بعيد عن أهلنا زين. هذا والأوبئة لا ننساها. لهذا السبب نشوف انفسنا امام اباده جماعيه يا احوازيين يا مشاهدين، نشوف انفسنا امام اباده جماعيه وكانما حقيقه احنا بساحه حرب، احنا بساحه حرب مع ايران، وبالفعل احنا بساحه حرب. يعني هو الحرب ما يجي من خلال المدفع والهاون والطلقات الناريه، لا احنا نشوف روحنا بساحه حرب بحيث إيران قاعد يرتكب بسياسته هاي الإجرامية أفتك من السلاح. ولهذا السبب عندما نقول يا نسمي معتقليننا أسرى، لأن حقيقة احنا بساحة حرب مع النظام. وأنا إن شاء الله رايح أجيكم ويعني وأشرح لكم على شلون احنا بساحة حرب من خلال التصنيف اللي التقارير الطبية والأنظمة والمؤسسات الدولية اللي قاعدة تنشرها ليل ونهار. ممكن أهلنا وشعبنا
ما قاعد يتصفحها عبر الانترنت واللي هي صارت بمتناول اليد حقيقة. لهذا بدأت الاحتجاج. نعم أخي الفاضل. آسف أقاطع عنك لأن تعرف الإجرام كثيرة في الأحواز، وحضرتك ذكرت عدة مواضيع جدا مهمة وهي البيئة وتجفيف الأنهر وضغوط على المواطن أحواجك يترك البلد، ويتم هناك تغيير الديموغرافية في الأحواز العربية بالتبديل للمستوطنين. خلينا نرجع ونسأل الشارع الأحوازي، وحضرتك تسأل الشارع الأحوازي وكلنا نسأل. أعتقد الشارع الأحوازي وكل أهلنا في الداخل تابعوا الأمور وشافوا كل هذه الضجيج في مدينة إصفهان بعد رجوع المياه المسروقة من قارون إلى زايندرود. سؤالنا هنا من حضرتك ومن شعب العرب الأحوازي، لماذا هذه الضجيج، و ما هي الطريقة أن يفعلها الشعب العربي الأحوازي لاسترجاع هذه المياه المسروقة؟ نعم أخي الفاضل، طبعا احنا كل اللي قاعدين نقوم به هو قليل بالنسبة للحفاظ على نهر قارون اللي هو رمز للأحوازيين بلا شك، ومصدر حياة ومصدر رزق للأحوازين. كل اللي نسويه هو أقل ما قاعدين نعمله حقيقة. من خلال شيء تفضلت به وسياسات إيران، قامت احتجاجات جماهيرية على ضفاف قارون، لكن لا حياة لمن تنادي. المسؤولين الإيرانيين بالمجلس يصوتون على أنه المياه الأحوازية هي لابد أن بين قوسين احنا نقول تسرق، لكن هم يقولون لابد أن تنتقل إلى مركز إيران، أي زايندرود وسمنان وكرمان ويز وهذه الأسماء العريضة الطويلة اللي هم بحد ذاتهم ما محتاجين المياه، حد ذاته إصفهان ما محتاج المياه. إصفهان زايندرود كان يجري فيها ماي مثل ما يجري بنهر قارون حاليا بهالقلة. ليش اجوا النهر قارون اخذوا مياها زودوا نهر زايندرود وخفضوا من هذا النهر، بحيث هذا النهر فقط المجاري بدأت تجري فيه. اما بالنسبة للشارع الاحوازي حقيقة، يا شعبنا يا اهلنا يا عشائرنا يا شيوخنا شيوخ العشائر، حقيقة احنا نريد بلهجتنا العامية ننخاكم ونقلكم مثل ما أجدادنا وأجدادكم ما كانوا يصبرون على الضيم والذلة والمهانة، فلا تصبروا ولا تطخطخوا راس للإيرانيين. إخوان، الخطر وصل إلى أن تجاوز حدوده، يعني الآن إحنا مهددين بالإبادة، يعني الماء مصدر الحياة وخلقنا من الماء كل شيء، فالماء إذا انعدم من عندنا وذهب من عندنا وراح من عندنا، فإحنا ما يبقى في شرايننا ولا نقطة دم، فإحنا أموات أموات بالنسبة للإيرانيين، لا بد من القضاء علينا. هذا حقيقة ما تمنيت أن أناشد أهلي وأخوتنا وعمامنا وابناء شعبنا. أما الإصفهانيين وأنا إن شاء الله جايك أخي أبو حمزة، الإصفهانيين وقت اللي رئاسة الجمهورية والمجلس ووسائل الإعلام كلها تندب زايندرود، ها لا بد من إحيائه وهو ليس بميت مثل ما نقول، فكيف تريد أن يسمعون الشارعنا أو يسمعون الناسنا؟ وإحنا شفنا الأحزمة البشرية اللي على ضفتي قارون منذ 2013 ومنذ شهرين بشكل متتالي يوم بعد يوم، رجال ونساء، لكن نوخذ بعين الاعتبار؟ لا، ما نوخذ. ليش ما نوخذ؟ أستاذ أبو زكي اسمح لي نقطة حول هذا الموضوع مهم جداً. ادعينا من سرقة المياه، وهذه هناك عدة أشهر احتجوا شارع الأحوازي،
هل اكتفت هذه الاحتجاجات أما لابد أن تكون طريقة أخرى لكف العدو واسترجاع الأرض واسترجاع الكرامة؟ نعم، عدة أساليب موجودة، والشارع الأحوازي هو مفتاح أن يفتح هذا القفل وهذا النبوذ. ما هي الأساليب؟ ممكن الأساليب واحدة منهن، وهي الأساليب نبدأ بالسلمية. واحدة منهن لا تكتفوا بمندوبين المجلس ومحافظ الأحواز والقائم مقامية وكذا وكذا، لا تكتفون بهذول المسؤولين، لأن هذول حقيقة أماكنهم مؤمنة وبيوتهم مؤمنة في طهران وفي قوم وفي أصفهان وفي أماكن الإيرانية. هذول تتعدى مهمتهم ووقتهم ومدتهم ويرحلون منكم. فإذا يردون الصدق يا أبناء شعبنا، إذا يردون الصدق تكضونهم وتقعدونهم وتوقفون إضراب عام، مو بألف وألفين، لا بملايين، العشيرة بعشيرتها، البيت ببيته. إخوان، إحنا أمام مسألة حياة أو موت. هذا واحد. الشغلة الثانية، إذا المسؤولين إذا ما إجوا، ولا أنا متأكد إذا طلعت الآلاف المؤلفة أو الملايين، إذا طلعوا راح يصير، يعني إحنا ما نقول حل جذري، ولكن على الأقل تبقى نسبة المياه اللي موجودة، لا يسرقون الما تبقى. أما الشغلة الثانية اللي يتمكنون يقومون بها حقيقة، النظام الإيراني معول على شيوخ العشائر بالأحواز، ويومية وبين فترة وفترة يوجه لهم دعوات، وبين فترة وفترة يوجه لهم ويعطيهم هدايا. هذه الهدايا وهذه الدعوات لا تكون على حساب أرقابنا، حقيقة احنا نشوف هذا على حساب أرقابنا وعلى حساب حياتنا. شيوخ العشائر يوقفون وقفة رجل واحد ويكونون عروبيين، وإن شاء الله هم عروبيين، يوقفون وقفة الرجل الشهم، وقفة الرجل اللي إن شاء الله ما يخاب من المناية، ولا يوم يعني ترجف شعره من بدنه مقابل الحق. يوقف ويقل النظام، يوقفون كلهم بتشكلاتهم العشائرية، ومجلس العشائر يوقفون أمام القائم المقامية، أمام مجالس البلدية، أمام مجلس الشورى، يمشون الطهران، يمشون القوم، يمشون الأصفهان، يمشون للحوزات اللي يومية تنادي بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وتنادي بالعباس، ومصيبة كربلاء يومية بينهن، وإحنا أجدر وأعرف بيها منهم، ويومية الحسين مات شهيد والرضيع مات، هاي يومية الغوانة نعرفها، يمشون أمامهم ويشكون حال الملايين من أمثال عبد الله الرضيع عليه السلام اللي عندنا، جعل تموت يوميا بالأحواز، تموت بأمراض السل، تموت بأمراض رئوية نتيجة الاستنشاق، تموت بأمراض العياذ بالله السرطانات الأوبية، هذا كله نتيجة تدفق النفايات في مياه نهر كارون ومياه الكرخة ومياه جراحي ومياه الدز. زين، حتى يقولون نعم الشعب، والشعب حي، الشعب واعي، الضغط يجي. إذا احنا فقدنا شيوخ العشائر، فبعد ما نقدر نسيطر على أبناء الأحواز، لأن مجتمعنا مجتمع تقريبا مجتمع عشائري، والمثقف هنا راح يحط يده بيديهم، وإن شاء الله يكون ساعد لهم ويكون يعني معين لهم بهذا الأمر. الأمر الثالث، إذا إيران ما انصاعت لهذا الأمر حقيقة، ما عندنا خيار اللي غير مقاطعتهم، مقاطعة بضايعهم، ما نشتري منهم، عندهم عدة محلات ودكاكين عندنا بأوساط شعبنا، ما نشتري منهم، نشتري من العربي، نشتري من أخونا ابن جلدتنا. هذا موضوع. الموضوع الآخر، إذا ما صار كل هذا ما أدى إلى نتائج، إحنا نقاومهم حقيقة باللي متعارف عليه دوليا، وهذا الحق يكفله إنه حق الدفاع عن النفس،
يا إخوان أنتم ما تدرون، يا مشاهدين ما تدرون النسبة الطايحة علينا والبلوة والطرقعة باللهجة العامية طايحة علينا، وكأنما إحنا عايشين مستنقع مع الأمراض اللي فيها البكتيريا، اللي فيها الفيروسات، اللي فيها عياذ بالله السرطانات، اللي فيها الأوبئة، اللي فيها الجرب، ولا كأنما وكأنما احنا يعني عايشين بهيك مستنقعات، بينما احنا عايشين بالأحواز. واذا تسألون انفسكم وتسألون الاخوة اللي عندهم عمر 40 بما فوق يقولوا لكم الأحواز شان كان جنة الفردوس على الأرض، كان معروف بساتينة، كان معروف بنخيلة، كان معروف بنهرانة، بمياه العذبة. يعني انا عمري 40 سنة ادري الحميدية كانت يعني بقعة من الجنة، الآن الحميدية أرض قاحلة إخوان. والله يعني لو أقرأ لكم التقارير، وأخي أبو حمزة يا ريت تسمح لي ولو بفترة جدا وجيزة أقرأ لهم التقارير الطبية شو تقول. أستاذ أبو زكي اسمح لي أقل يعني نقطة نوضح للمشاهد، أنا أعرف المواضيع جدا موجودة وحساسة، اسمح لي أن نخصص حلقة أخرى مع حضرتك في برامج أخرى مع البنات الأحوال فيها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، نخصص حلقات لهذه الأجرام وعندك مستندات كثيرة، ولكن تعرف الوقت يضايقني وإحنا نبت ساعتان في الأسبوع فقط وعندي ضيف ثاني. سؤالنا الأخير من حضرتك، هل تتحرر الأحواز بالثمانيات إذا تتمكن في ضمن خمس دقائق؟ والله أخي ما عاش شعب ولا تحرر شعب بالتمنيات أو بالأمنيات. اليوم مثل جدا بسيط أهلنا منذ الصغر علمونا إياه، يقول اللقمة ما تلوجها ما تبلعها، فإحنا نريد تحرير أرض ونريد تحرير شعب من عبودية هذا النظام المجرم، فلا يمكن أن نحط إيد على إيد وبس نتمنى. لا، الشعوب وصلت إلى مبتغاها، وصلت إلى أهدافها، وصلت إلى ما يريدون، وصلوا مو من خلال الحكي ولا وصلوا من خلال الأمنيات بالعكس، وصلوا من خلال العمل الجاد، وصلوا من خلال المقاومة، المقاومة بشتى طرقها ومنها المسلحة. النظام إذا ما يصغل الشارع الأحواز وللشعب الأحواز بملايين العشرة أو الاثناعش مليون، يعني لا يمكن الشعب الأحواز يبقى ساكت ومكتوف الأيدي، لا يمكن. إخوان احنا خلينا نكون واقعيين، على بقعة ارض يطيحون عدة رجال، على عبارة من عبابرنا بالزروع او بالبساتين او بالمزارع ضجات تصير. زين، ليش يا اخوان من توصل الى حياتنا الجماعية ليش عود ما نواجه الحق ونصرخ بأعلى اصواتنا انه هذا حقنا؟ خلينا نموت اقل، نموت على الحق. احنا لما نماني بقصة الحسين نشوف الحق بيها ونشوف حرية الفرد بيها، حر الانسان يعني يكون حر مو عبد. احنا الان اصبحنا عبيد عند الفرس اخوان، مشاهدينا الاعزاء الافاضل الاحوازيين، احنا اصبحنا عبيد، يعني كل شيء يسوون بينا قايلين سمعا وطاعة. ليش هالخنوع؟ ليش على قولتنا هذا الانجماد اللي صابنا؟ وليش مخلين هذا الهم وهذا الأمر بس بعودة نخبة من شبابكم اليومية إيران جاءت تصيد بهم ومليانة السجون بهم؟ ليش؟ مو أبنائكم هذول؟ مو أهلكم؟ مو أخوتكم؟ يعني إذا ما نريد نعاضدهم وما نريد نوقف وياهم وقفة الرجل الشريف، الرجل الغيور على أرضه وعلى عرضه، يمتى نريد نوقف ونطلع حقوقنا؟ اللهم ربي احنا نعرف انه إن حق بهاي الارض. انا ما يوم سمعت من الناس الكبار انه كانوا الفرس يحكموننا، وانتم كلكم تدرون بهاي القصة، من الانسان الصغير الى حد الانسان الكبير، من رجل الدين الى الانسان العادي. بس المن هذا السكوت؟ ليش هذا السكوت؟ والله 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 راح يلعننا التاريخ، يلعننا لعنة
لعنة لا تحمد. اللعنة هي ما تحمد، بس أنا أقول لا تحمد، أكو لعنة خفيفة بس لا أكو لعنة بذنب كبير إحنا قاعدين نرتكبه بواسطة تخديرنا من قبل بعض ناسنا بالمرتزقة اللي موجودين. يا مرتزقة يا عملاء، ما يفيدكم هذا النظام ولا يوم يشفع لكم. بأول ثورة تصير أحوازية عارمة، أول من يختص منهم هو أنتم، أول من يجي يهلككم هم أنتم. ليش؟ لأن أنتم عيونه الموجودين بالساحة. إذا هذه العيون رمدت فراح تعمى، فأنتم أول الهدف. فانطاعوا إلى أمر الواقع وتعالوا إلى الحق وتعالوا بحضون أهلكم وساعدوا أهلكم على هاي المصيبة اللي بيها إن شاء الله تعالى. أستاذ وزكي أنا أشكرك أخوي على لب الدعوة وحضورك اليوم معنا. مشاهدنا فاضل، كان معاي أستاذ أبو زكي عضو قيادي في الجبهة العربية لتحرير الأحوال، نشكره على ما قدمه وإن شاء الله نخصص حلقات أخرى مع حضرتك أستاذ أبو زكي. مشاهدنا فاضل، اسمحوا لنا أن ناخذ فاصل ومن ثم نرجع لحضراتكم كي نستضيف الناشط الأحوازي المناضل هادي أبو محمد الأحوازي. ناخذ فاصل. بعنوان بياع التشلن، هذا من أبواب الشعر لمن يستحقها، من أبواب الشعر أفتح حوار وياك وندري لقضيتك أبد ما لك حل، لأنك منحرف تملك فكر تعبان واضح مستحيل الطبع يتبدل. تقلي بيا شعر روجت شعبك يوم، وبيا عمل طيب حتى قوم عمل، وتقلي بيا رفا صبرت على الأيتام وبتشف القواف ومسح الدمع الهل. اش كثر ما بسطت بتشلب بين الناس، اش كثر ما بسطت بتشلم بين الناس، حتى سوق الخيانة اعتقد منك مل، أعرفنك ولك تبحث على التومان من هذا العمل بسك بعد تخجل. أنا شاعر وقلمي منه التبسوح من يخزر يخلي الطرف يتخردل. أنا حامل رسائل من شعب مظلوم القبل 90 عام من الخصم محتل. أنا شاعر وقلمي منه التبسوح من يخزر يخلي الطرف يتخردل. أنا حامل رسائل من شعب مظلوم القبل 90 عام من الخصم محتل. أنا أتأمل الشعبي البسمة والأفويش، وانت بموتة البيت اسمة تتأمل. أنا بصورة قصيدة مطغج روح الناس، وانت بشاطة بحر الفتن تتجول. ما تسوى الملامة وحتى لوم عليك، لوم على المشايخ بيك تتوسل. حشى شيوخ المطخة وراس لجل العار، والقيرة بعزمهم دوم تتكمل. الذي وش بي الناس لو أخوي يسير علي سيفي بسرعة وبالعجل ينسل. شعرك على ورق تعرف أوصفه شلون؟ عكس معناه صدق كلمة الأجمل. شعرك على الورق تعرف أوصفه شلون؟ عكس معناه صدق كلمة الأجمل. أنا ويا المجد عشرة نجوم وليل، أنا ويا المجد عشرة نجوم وليل، بلا شوفي عرف عنواني ويندل.
نلقف الكلمة الطايرة البريح قبل لا يمدان الدحلب وتوصل. أنا ويا المجد عشرة نجوم وليل، بلا شوفي عرف عنواني وندل. نلقف الكلمة الطايرة البريح قبل لا يمدان الدحلب وتوصل. بعت روحي بعشري وما بعت هيهات حرف من القوافو عن روح اسأل. أنا دهراب أبوي الشيد التاريخ الدرس معنا النضال بجامعة خزعل. بعت روحي بعشري وما بعت هيهات حرف من القوافو عن روح اسأل. أنا دهراب أبوي الشيد التاريخ الدرس معنا النضال بجامعة خزعل. بعد بسك ولك من هالعمل كعيوز، بعد لا وين تبغى تمجد الأسفل. يلا نطين ظهرك، يلا نطين ظهرك وابتعد منا قبل 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 لا هالشطور سيوف تتحول، قبل لا هالشطور